جاء الوقت اني اعرض لكم عن النسخة الخاصة اللي هي نسخة Silent Hill الجزء الثاني 2 Disc Special او Special 2 Disc Set. طبعا هذه النسخة الاوروبية حق لعبة Silent Hill. الكل طبعا يحب لعبة Silent Hill الجزء الثاني والجزء الاول والثالث وكذلك الرابع لانه شيء عجيب صراحة. يعني لعبة Silent Hill وما حد ينكر يعني اجزاء Silent Hill القديمة شنو كانت حلوة, والحين تقريبا Silent Hill Downpour زائد Book of Memory زائد الألعاب يعني الجديدة اللي قاعد تنزل من شركة كونامي بتطوير تومي هيولد مو تطوير فريق تيم سايلنت, يعني شيء يضيق خلقي صراحة. يعني لا حد يزعل من عندي, يعني أنا كاره توم هيولد وكاره شغله صراحة. عموما هذه طبعا هي النسخة نادرة جدا, يعني زين حصلت على النسخة هذه زائد محتوياتها كلها يعني وبسعر رخيص. يعني قبل فترة قعدت أشوف بالإنترنت كان سعرها غالي, يعني قلت عن نفسي أنا بطلب النسخة هذه كشغل كوليكتر كشغل يعني أجمع الشيء اللي أنا أحبه. على سبيل المثال يعني أنا أحب سلسلة Silent Hill أحب أجمع لها يعني أي نسخة كوليكتر إديشن نزلت, يعني مو الجدد طبعا القدم, بس أنا أحب النسخة هذه حيل من ناحية أنها تحتوي على أشياء حلوة. تعالوا خلينا نشوف شنو داخل النسخة. بس قبل كل شيء خلوني أفر فيكم قدام الأغلاف. مثل ما تلاحظون هني مسجل Special 2 Disc Set وSilent Hill, يعني هذا يبين أن الأغلاف يعني نادر الحين الشركات ما تصنع مثل الأغلاف مثل كذي. عموما هذه كانت يعني limited فترة محدودة جدا, يعني ما كانت فترة طويلة فترة محدودة, فزين قدرت احصل على نسختي هني بالكويت. طبعا انا اشتريتها من الكويت, ومثل ما تشوفون هذا الغلاف من ورا, الغلاف كله مصنوع من الورق, ما ادري ليه متى يعني بيتحمل الغلاف هذا. طبعا الحكي كله يجي داخل النسخة نفسها. مثل ما تشوفون النسخة تحتوي على اشياء داخل, يعني ايه نسخة Silent Hill عادية ولكن تحتوي على الميكينج اوف, هني ذا ميكينج اوف اعتقد إذا making of Silent Hill مكتوب. مثل ما تلاحظون حاطي لكم صورة ماريا أو ماري, وطبعا اللعبة نفسها النسخة الأوروبية, وفي داخل هني أشياء. يعني هذه هي الشغلة النادرة حيل بالعالم اللي هو ستيكر Silent Hill الجزء الثاني. مثل ما تلاحظون Welcome Back كلمة تنقال, يعني إذا ناس لعبوا الجزء الأول وشافوا الكلمة هذه اكيد راح يستمتعون بالكلمه هذه. وتلاحظون شعار بلاي ستيشن 2 وطبعا سوني وشعار كونامي القديم. صراحه اشتقت لشعار كونامي القديم صراحه, حيل حيل كان ممتع, ولا شعارها الجديد. عموما مثل ما تشوفون الاستيكر يعطيكم احداث, يقول لكم تقريبا شنو فيه, يعني حاط لكم صور, واهم شيء حاط لكم صوره الممرضه هذه, شيء عجيب صراحه. الصوب الثاني طبعا ما تلاحظون هذه الأشياء الحين حاليا موجودة بالألعاب الحالية الحين, يعني مثل الحين تبطل غلاف اللعبة ما تلقى إلا instruction manual ورقة واحدة بس, يمكن نفس الورقة هذه يقول لك حق السبورت والهيلث والأمور هذه, والباقي تقريبا tutorial كامل بالديسك نفسه. فطبعا هني يعطوكم سيرفري أي شيء, يعني مثل ما أقولكم عشان تربح جائزة من كونامي الأوروبية فلازم تعبي, يقول لك شنو الأجهزة المفضلة اللي عندك. خلينا نشوف شنو الأجهزة المفضلة قبل. طبعا في عندكم بلاي ستيشن 2 مثل ما تشوفون, ما أدري هو ما يبين عدل ولكن أنا قد ما أقدر أخليه فوكس, أعتقد إنه فوكس كذي أحسن. طبعا بلاي ستيشن 2, بلاي ستيشن 1, نينتندو 64, بي سي, جيم بوي كولر, جيم بوي أدفانس, واب جيم, ما تعرفون الواب فون, الواب فون يعني الواب فون هو اول تقنيه انترنت, يعني هم كانت على التلفون. وطبعا يقول لكم شنو الالعاب اللي كنتم تحبونها, طبعا اكشن ادفنتشر شوتر فايتنج او سبورت فايتنج درايفنج ار بي جي شوتم اب. طبعا كان اسامي الالعاب شوتم اب كان اسمها كبير, يعني على سبيل المثال جراديوس ار تايب ميرو ماسا, كانت ألعاب كذي تدور عندنا قبل, يعني حتى إيكوروغا يعني جت فترة على جيم كيوب. بعدين يقول لكم شنو أنتم تحبون, يعني تشوفون المجلات جيم ماجازين تي في
How did you hear about this game؟ تقريبا يقول لكم يعني من وين سمعت عن اللعبة هذه؟ أكيد سمعنا عن الإنترنت والمجلات، قبل ما كان عندنا إنترنت، ولكن مجلة جيم فور أراب هي اللي وفرت لنا المعلومات، وتطرش لهم على الميل بوكس هذا. لو حابين ترسلهم شيء الحين أرسلهم من الحين. عموما الشيء الثاني الأهم يعني انستراكشن مانوال. انستراكشن مانوال الحين قاعد ينقطع تدريجيا، يعني في العاب ما يجي فيها انستراكشن مانوال مثل كذي. يعني هذا انستراكشن مانوال، يعني اي دليل، يعني دليل عن اللعبه شلون طريقه استعمال اللعبه والامور هذه بصوره ملونه. يعني هذه ما تحصلونها الا باليابان فقط. مثل ما تلاحظون جيمس يترأس الصفحه الاولى وهو نفسه شخصيا. مثل ما تلاحظون تحت مكتوب سايلنت هيل الجزء الثاني. تعالوا خلينا نشوف شنو داخل. طبعا داخل تلاحظون ان ماريا موجوده، بيقول لكم getting started, control, prologue يعني المقدمه, starting the game, playing the game, character, weapon and item, item screen and option, hint and tip. طبعا يعني يعطونكم شيء يساعدونكم فيه. طبعا هني هذا هو كنترول بلاي ستيشن 2 اللي ما كنا نمل من عنده سابقا، والميموري كارد الحين اختفى الميموري كارد بعد. عموما هني طبعا هذا البرولوج يقول لكم يعني شلون جيمس بدا وشلون تلقى الرساله والامور هذه. لو حابين يعني تعرفون القصه بالكامل، يعني القصه كقصه مبدئيه. عموما هم بعد يقول لكم ستارتنج يعني ستارت سكرين، ويقول لكم شنو فيها وكذي، يعني يعطون بالتفصيل الممل شنو انت تحتاجه ما تحتاجه بلعبة ساينت هيل، وشلون تخزن والامور هذه. وهم بعد كذلك يعني حاطي لكم صور عن الشخصيات مثل الكاركتر جيمس، ماريا، زائد ميري وانجلا وايدي ولارا. يعني شوي شوي طبعا هذول ايتم، يقول لكم عن الايتم وطريقه الهنتس والاوبشن. وهني تقريبا اخر شيء الهنتس اللي يقول لكم يعني شنو تسوي بلعبه ساينت هيل لو توهقتوا الامور هذه. يقول لكم عن المذياع، يقول لكم عن الغاز، يقول لكم عن اشياء واجد. وهم بعد لو تبي مساعده تقدر تتصل عليهم على الرقم هذا، يقول لك حلول. يعني انت معلق عند لغز ولا شيء، ولا يعني صادفتك مشكله باللعبه، تقدر دايركت تتصل عليهم. الحين صار في تويتر، ما اعتقد انه يردون عليك بتويتر، ولكن تتصل عليهم على اساس انه يعطونك يعني على سبيل المثال يعطونك حل او شيء حق اللغز نفسه. طبعا هذا الجايد بوك الحين بعد also available جايد بوك حق لعبة ساينت هيل، الاوفيشال جايد بوك، وهم بعد الاوفيشال ساوند تراك اذا حابين انتم تجمعوا الاشياء هذه. بس مستحيل، لو عندي آلة زمن كان جمعتهم من زمان. عموما الشيء الثاني اللي لفت نظري حيل، يعني خلوني اطلع الديسكات قبل لا اختم الفيديو هذا. طبعا هذه اللوحة الفنية، مثل ما تلاحظون هي لوحة فنية كاملة. مثل ما تشوفون كل الشخصيات موجودة، يعني مو كل الشخصيات، معظم الشخصيات موجودة باللعبة، مثل الممرضة انجلا، جيمس، لارا، لورا وميري. فهذا هو تقريبا حق النسخة المحدودة حق لعبة سايلنت هيل. يعني مثل ما تشوفون هذا عبارة عن كنز ثمين بالنسبة لي، وزين طحت عليه يعني بالفترة وبسعر رخيص. تدرون كم اشتريتها؟ ب 11 دينار حصلتها بالكويت، يعني محل يبيع العاب مستعملة، وحصلت النسخة هذه. نادر ما احصل الستيكر هذا، زين اني حصلت الستيكر هذا. يمكن يدور ببالكم سؤال، هل من ممكن انك تستعمل الستيكر هذا مستقبليا؟ لا، بحتفظ فيه، بخليه لفتره، يعني شيء كولكتبل، يعني شيء هذا ما راح يتكرر ثاني مره. وما اعتقد ان لعبه ساينت هيل راح تتكرر ثاني مره عن غياب فريق تيم سايلنت. عرفت شلون؟ فهذه هي النسخه المحدوده. اذا حبيتوا النسخه المحدوده وحبيتوا الفيديو هذا، لايك سبسكرايب، وان شاء الله اشوفكم فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.